وعاد إلينا شهر رمضان بعام جديد. وكما عودتنا القنوات الجزائرية في برامجها الرمضانية عبر بثها سلاسلها الفكاهية تنشر البهجة والفرحة بين المشاهدين. سنقدم لكم في هذا المقطع أشهر ستكومات وسكاتشات التي سيتم عرضها خلال هذا الشهر الكريم بالجزائر. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. ستكوم لاسيتي، عادت إلينا المواهب الشابة خلال هذا الشهر عبر ستكوم لاسيتي. رحم بالقاسم وخالد ونوقي، بالإضافة إلى إخراج طارق سليمي. شعبون المغبون، عكس العامين الماضيين لا يوجد جزء خامس لمسعود ومسعودة، لكن هناك سلسلة جديدة أكثر إثارة بعنوان شعبون المغبون. بطولة حميد لحلو، سفيان حماشة، كريمة بن زيان ووارجلاوي وكوكبة أخرى من الفنانين اللامعين، ومفاجآت بالجملة تنتظر عشاق الفكاهة والضحك خلال شهر رمضان المقبل بقيادة المخرج الواعد نسيم هدي. يوميات عائلة مسوس، يعود المخرج المثير للجدل جعفر قاسم الذي أخرج عدة مسلسلات كوميدية أبرزها عاشور العاشر وناسم لاحسيتي وجمعي فاميلي إلى الظهور في رمضان 2023 من خلال مسلسل كوميدي ساخر بعنوان يوميات عائلة مسوس. ويشارك في المسلسل ثلة من نجوم الفكاهة الجزائرية على غرار عثمان بن داود ورميسة غزالي وسامية مزيان. ويعالج المسلسل قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية، ومن المتوقع أن يبث على عدة قنوات جزائرية. العمري والعمرية، تحاول أن تطرح إشكالات وهواجس الإنسان الجزائري الذي يتخبط بين العمر والتقاليد والعصرنة والتحضر والتشبث بالماضي. العمري عينة من الشباب والكهول والشيوخ، أما العمرية هي عينة من الشابات والنساء اللواتي في منتصف العمر، والإمرأة في الشيخوخة في السلسلة تجمع ما بين الحلم واليقظة والاستشراف والذاكرة. سلسلة غراجنا، وهي التي تدور أحداثها في إحدى الضواحي التي تعيش فيها عائلة السعيد وسعيدة رفقة ابنهما محمد علي، وتتقاسم العائلة ولعها بالميكانيك ولعا جسده في مشروع مرآب عائلي، حيث تدور الأحداث بين السعيد الذي أنهى عقده كرئيس ميكانيكيين على متن باخرة شحن، وسعيدة الأستاذة الجامعية التي تتكفل بالجانب الإلكتروني في المرآب، وابنهما محمد علي صديق الطبيعة والحيوانات الذي يعاني من ضغوطات امتحان البكالوريا. ضرة في دشرة، والتي تدور أحداثها هي الأخرى في إحدى القرى الهادئة والبسيطة أين يعيش زوج وزوجته مخلوف ومخلوفة في تفاهم ومودة بتأثير من صديق الزوج الوفي. يقوم مخلوف بالزواج من امرأة في دهشة من سكان الدشرة، هذا الزواج يجر الدشرة في إحداث شيقة وفي قالب بكاه مع شخصيات تطبعها المواقف الظريفة والمضحكة. مسلسل أخو البنات، أخو البنات هو مسلسل سيتابعه الجزائريون على قناة الشروق خلال هذا الشهر من إخراج عبد القادر جريو وسيناريو مشترك مع الممثل محمد خساني. ستجمع السلسلة بحسب ما أعلنه محمد خساني قبل أيام في تصريح لقناة الشروق كل من النجمة سارة لعلامة بطلة مسلسل مشاعر، ونجمة عاشور العاشر سهيل معلم، والكوميدي محمد الذي أدى دور الجنرالي في نفس العمل، إضافة إلى نجمة الكوميديا الجزائرية بيونة ومروى بوشوشة والفكاه حمي شعب وأسماء أخرى. أهدر يحضر، أهدر يحضر في رمضان، هي سلسلة كوميدية من بطولة علي فاري وصهيب بن زرقة وفرحات سعدو ومن إخراج سالم، وستعرض هذه السلسلة عبر قناة جيل دي زاد. سلسلة بوفرتتو، بوفرتتو هي سلسلة فكاهية خاصة برمضان هذا العام. تحت عنوان بوفرتتو تم الانتهاء مؤخرا من تصوير سلسلة فكاهية جديدة من بطولة مراد خان، إلياس نشام،
أروى مهراوي، ولأول مرة الفنان المسرحي زفان يوسف يقطع، بالإضافة إلى الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي منال إمام كضيفة شرف.